بوابة على التاريخ ومتحف يجسد أبرز محطات بلاد الرافدين. اليوم يستقبل المتحف الوطني العراقي زواره من المواطنين والوفود الأجنبية طيلة أيام الأسبوع ومن ضمنها أيام العطلة الرسمية بهدف تشجيع السياحة والتعرف أكثر على حضارة وتاريخ بلاد ما بين النهرين. طبعا هو ابتداء من اليوم سيكون افتتاح المتحف أيضا بنهاية الأسبوع يوم الجمعة للعوائل العراقية الكريمة وضيوف العراق أيضا ويكون مجانا إن شاء الله. المتحف العراقي الذي تم تأسيسه منذ 100 سنة في إحدى غرف مبنى السراي في بغداد عام 1923 يزخر اليوم بالقاعات الكبيرة كقاعة آشور، إضافة إلى جداريات عظيمة لقصور آشورية ومئات القطع الأثرية النادرة والتي تحاكي عبق التاريخ. أول حضارة أسست القانون، إحنا أول حضارة أسست الكتابة، فبلا شك هذا أكيد يهم كثير العراقيين. ودا ألاحظ شغلة كلش مهمة ولطيفة، إن العوائل دا يصطحبون أطفالهم وياهم، كلش مهم إنه أربي الطفل أو أعلمه على هذا التاريخ، على هذه الحضارة، حتى من يكبر إن شاء الله تتوارث الأجيال جيل بعد جيل. خطوة فتح المتحف خلال أيام العطلة لاقى ترحيبا كبيرا وإقبالا من الجماهير وخاصة العوائل والأطفال. يوم الجمعة كان ما مخصص إنه الدخول مجانا وكان مغلق المتحف، الحمد لله هسه حاليا بالوقت الحاضر انفتح من الصباح حتى المساء والدخول مجاني. هذا الشيء يشجع طبعا على العوائل العراقية بالمرحلة الأولى، ويشجع الشباب، يشجع الأجانب أيضا هم دخول التعرف على حضارتنا وآثارنا. يذكر أن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الثقافة حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة وملاحقة المسروقات من الآثار وإعادتها بمساعدة منظمات دولية وحكومات أجنبية. كان الولايات المتحدة دوراً مهماً في إعادة العديد من القطع الأثرية المهربة، حيث أصدرت قانوناً يمنع ويجرم الإتجار بالآثار العراقية.